السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في هذا اللقاء. لا تنسوا فقط السلام والصلاة على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسى أقدم لكم في هذا الفيديو وضعية نقدية عن شعر الحكمة خاصة لسنة الثانية من التعليم الثانوي. لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وهذا فضلا وليس أمرا. ككل تعبير وكل وضعية نبدأ دائما بالمقدمة. إذن هذه مقدمة عن شعر الحكمة. في العصر العباسي، إذن لماذا نقول في العصر العباسي؟ لأن شعر الحكمة قد ظهر من قبل في العصر الجاهلي، لكنه لم يتطور ولم يزدهر إلا في العصر العباسي لأسباب عدة سنراها في العرض. المقدمة: عرف العصر العباسي ثورة علمية في جميع مجالات الحياة، مما أدى إلى ازدهار الفنون الشعرية. ومن هذه الفنون الشعرية لدينا شعر الحكمة. فما هي أسباب تطور هذا النوع من الشعر؟ ومن هم رواده أو من هم أبرز شعرائه؟ العرض، دائما عنا العرض في كل تعبير وفي كل وضعية. شعر الحكمة هو أحد الأغراض الشعرية القديمة كما قلنا سابقا، لكنه ازدهر وتطور في العصر العباسي بشكل كبير، وهذا بسبب أو راجع إلى تشجيع الخلفاء العباسيين لحركة الترجمة ونقل الكثير من الكتب. عندنا هنا الكتب الأعجمية المليئة بالحكم والتجارب، بالإضافة إلى امتزاج العرب بالأمم الأخرى والاحتكاك بالحضارات المختلفة. كذلك تأثر الشعراء بالعلوم والثقافات المتنوعة، فأخذوا الحكمة من الهند واستفادوا من تجارب الفرس والفلسفة من اليونان، أو استفادوا من تجارب الفرس والفلسفة اليونانية، فأصبح هؤلاء الشعراء أو الشعراء العباسيون ينقلون تجاربهم التي مروا بها في الحياة وخبرتهم بالحياة طبعا، فكتبوا قصائد كلها حكم واعتمدوا. إذن هنا الباء هذه بالحياة هنا، واعتمدوا على العقل والمنطق وابتعدوا عن العاطفة والخيال، فكان هدفهم هو إيصال هذه التجارب والخبرات أيضا للناس بأسلوب واضح ورأي سديد، لتبصيرهم بأخطاء السابقين وتنويرهم لتفادي المشاكل أو الأخطاء. ومن أبرز الشعراء أو شعراء الحكمة المتنبي أبو تمام وأبو العلاء المعري، وكذلك أبو فراس الحمداني وغيرهم من الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي. أما الخاتمة، شعر الحكمة من أرقى الفنون التي أنتجتها العقول البشرية أو أنتجها العقل البشري، وكان بمثابة مرآة يترجم تجارب وخبرة
إذن لماذا نقول وهكذا في نكون قد العصر أنهينا العباسي؟ قراءة لأن هذه الوضعية أشياء حكمة المتواضعة. قد ظهر من أتمنى قبل في لكم النجاح والتوفيق في العصر الجاهلي، دراستكم. لكنه لم إلى يتطور الملتقى ولم ووضعية أخرى يزدهر إن إلا شاء في الله. العصر أقول لكم العباسي السلام عليكم ورحمة لأسباب الله الحدث تعالى العرب في وبركاته. العرض. المقدمة عرف العصر